خالي تجوز طبعا وجاء أولاد وعادي عايش، يعني حياته عادية. ف فمرة بتذكر ابنه مرض، قال لأمي إنه تيجي عشان تبدل المرأة وهيك، فقالت له أمي آه إسا ببعتها وهيك، فقالها لا أنا بجي باخذها. ديك الليلة نام، يعني ديك الليلة آخر ليلة اللي اغتصبني فيها اغتصاب كامل، يعني كامل من كل شيء، كمان جسدي، كمان جنسي، كمان يعني كل شيء كل شيء كل شيء. فتنا على الغرفة وسكر الباب. هذيك اللحظة كيف كيف يعني مرة واحدة بتصحي، بتكوني مسكرة وبتصحي مرة واحدة من خوف من إشي؟ هيك حسيت مرة واحدة صحيت، رحت افتح الباب ما خلانيش افتح الباب، بتعرفي اجا وسكر الباب، فصرت تعرفي صار في ان انا اجرب انهزم ويدفشني، بعدين دفشني مره واحده كان كيف حيوان ولا فريسه. هاتان المرأتان قررتا كسر حاجز الصمت والتحدث عن تعرضهن للاعتداء الجنسي خلال فيلم أنتجته المخرجة الفلسطينية عبير حداد بالتعاون مع مركز سوا. كتير كان مهم لإلنا نوصل صوت النساء، لأنه كتير من الأحيان وغالباً موضوع الاعتداءات الجنسية بداخل الأسرة هو بيبقى ضمن سرية مكتم عليها نهائيا، إذا كان من قبل الضحية أو إذا حدا في الأسرة بعرف هذا الموضوع فبحاول إنه يكتم عليه. الخيارات أمامهن محدودة، خصوصا وأن عدد مراكز رعاية وحماية المرأة في الأراضي الفلسطينية لا يتجاوز أصابع اليد. إذا إحنا متحدث على سبيل المثال عن 200 امرأة في السنة بتوجهوا لمراكز الحماية بشكل عام في فلسطين، أو 300 امرأة، هذا لا يعني إنه إحنا ما في عنا عنف، لكن اللي بوصل لمراكز الحماية هي الأشد والأكثر حساسية، واللي ممكن تكون حياتهم فعلاً معرضة للقتل. عدم وجود قوانين صارمة وعقوبات تتخذ بحق المعتدين يشجع على وقوع جرائم الاعتداءات الجنسية. مشكلة قوانيننا أنها لم تعرف التحرش الجنسي، لم تورد أشكال للتحرش الجنسي، وبالتالي لم تفرض عقوبات على أشكال العديدة المختلفة للتحرش الجنسي. السفاح الذي يكون بين القربة مجرم بعقوبة جنحوية للأسف غير رادعة، تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات. حالات كثيرة، منها ما هو معروف ومنها ما هو أسير الخوف والعادات والتقاليد، ولكن تبقى العديد من الأسئلة قائمة. لماذا التمسك بقوانين لا تفرض عقوبات رادعة على المجرم؟ ولماذا التمسك بعادات تصنع من الضحية مجرماً؟ لبرنامج شعاع الأمل، نبال فرسخ، تلفزيون وطن.